نرجع مرة تانية الماتش الأول ليك. كنت بكلمك على المكاسب يمكن قبل المداخلة بتاعت إرني براندز، كنت بتكلم على مكاسب اللي حققها النادي الأهلي من العبور من دور قبل النهائي والوصول لنهائي بطولة دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي. بص انا عجبني قوي بعد خدنا فترة راحة كويسة قوي قبل مباراة الترجي الأولانية هناك. تمام، 6 أيام. دي كان لا، وكان في قبلها كمان في راحة واشتغلنا شوية. مثلا موسيماني أول مرة ياخد فرصة إن هو يشتغل شوية مع الفرقة تكتيك من ساعة ما جه. بالظبط. ده بان في أداء النادي الأهلي في المباراة اللي هناك. أول مرة نشوف شكل النادي الأهلي مايل، مثلا بنتكلم طريقة اللعب، تحس إن مثلا أول مرة نلعب بشكل 3-3-4-3. لما بنحس مثلا إن وجود حمدي فتحي في خط الظهر مع بدري بنون مع ايمن اشرف في الجنب الشمال، وبيسيب الحريه لاكرم توفيق ومعلول ان هم يزودوا لقدام، فدي بتقلب 3-4-3. وفي اوقات مثلا بتطلع ترجع تاني، معلول بيرجع ورا 4 وحمدي فتحي نص الملعب، وحمدي ففي في مرونه تكتيكيه في اداء النادي الاهلي اول مره نشوفها. انت حسيت ده نتيجه الفتره اللي قدر مستر موسيماني يشتغل فيها؟ انت لازم، ما انت تيجي كل 3 4 ايام ماتش مش هتعرف تشتغل، لازم تحفظ، دي محتاجه وقت شويه، وده اللي حصل بعد فتره الراحه دي مع الشغل مع الفتره دي، فده ظهر في اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان الفتره اللي فاتت واحنا شايفين في اداؤه في المباراتين اللي فاتت، الاستلام والتسليم عالي قوي في اداء النادي الاهلي في لعيبه نص الملعب في خط الظهر. بدري بنون عاجبني جدا في الاستلام والتسليم، عنده ثقه. جرعه الاكسجين اللي خدتها اللعيبه برضو بتهيألي الراحة، انك انت الراحة مهمة جدا يعني الماتشات كده ضرب ما فيش شتيمه، اللعيبه مش ملاحقه تاخد نفسها. اكيد هو ده اللي ظهر، وكان فيه هجوم قوي جدا على موسيماني، بس ده مش سببه هو، سببه الماتشات المتلاحقه من بطوله لبطوله، ودي ضريبه انك انت موجود في النادي الاهلي بتخلص بطوله تخش على بطوله، اللعيبه ما بياخدش راحته. صحيح. توابع ده على ماتش بيراميدز، انت بتقفل بلف دوري الابطال بمواجهه ناريه على كلاسيك، اعتقد ان واحد من كلاسيكات كره افريقيه النهارده اهلي ترجي. اكيد. وحالتك الفنيه لاعب كره حلوه بالظبط، مقدم اداء مكسب ومكسب كل الجماهير. يعني ماتش العوده ده، احنا ماتش الذهاب الحقيقه كنا مبسوطين وراضيين وميت فول زي ما بيقولوا، وماتش العوده الجمهور ما كانش عايز الماتش يخلص، يعني أكيد. الجمهور كان عايز الماتش ايه يمتد لانه كانت الكره بتاعت الاهلي حلوه جدا. مخلص فنيا في مستوى محترم، بدنيا اعتقد الاهلي واصل لفورمه محترمه جدا، ومعنويا انت اكيد العامك كامله. بتروح الناحيه الثانيه تقابل بيراميدز، يعني موسم ولا أسوأ على مستوى الارقام، على مستوى الخروج من بطوله الكونفدراليه، على مستوى المشاكل الكتير اللي بتسمعها طول الموسم. شايف ان كل ده، كل المقدمه دي تاثر على المواجهه الجايه يوم الخميس بين الاهلي وبيراميدز، ولا كل ده بره الحسابات؟ بص احنا طبعا رايحين لمشكله كبيره جدا، رايحين لمباراه متلاحقه، مباراه صعبه جدا، بطوله تانية بقى خلاص اللعيبه بتقفل الملف الافريقي تخش على ملف الدوري العام. الدوري العام صعب جدا، نادي الزمالك فارق دلوقتي عشان عدد ماتشات هنرجع للماتشات دي، بس احنا مشكلتنا الماتشات المتلاحقه. عندك بيراميدز، سموحه، مقاولين، مقصه، 4 ماتشات قويه جدا جدا قبل نهائي افريقيا. الخوف بقى ان الاجهاد يجي قبل نهائي افريقيا. طب انت هتفكر في ايه دلوقتي؟ هتفكر في المباريات الدوري اللي انت عايز تاخد الدوري برضه، ما انت عندك بطوله مهمه جدا الدوري المصري. ما تفكرش تلعب الماتشات دي، يعني انت ان شاء الله لو كسبت ماتشاتك كلها المتاجله هتبقى فارق ب4 بونت عن الزمالك. ما تفكرش في الماتشات دي تدخل اللي كان بعيد، أكيد ترجع ده اكيد ده هيحصل. التدوير ده موسيماني كان شغال فيه قبل مباراه الترجي. هيحصل ده، هيدخل لعيبه، بس المشكله بقى شايف انها طبعا مشكله طبعا انك انت برضو في لعيبه بعيد عن الماتشات بقى لها فتره. يعني مثلا لما دخل نصر ماهر مثلا مع لعيبه جيدين جدا هتدخله، ونصر برضو بعيد عن الماتشات شويه، عايز شويه يخش في مستواه. وليد سليمان برضو، كهربا، مجموعه من اللاعبين لعيبه جيدين بس محتاجين وقت شويه في الماتشات. فانت برضو مش مستحمل، انت المباراه بالنسبه لك مباراه كؤوس، مباراه الدوري بالنسبه لك مباراه كؤوس، عايز ما تفقدش بنات، عايز تحافظ على المكسب عشان الاربعه بونت دول. فانا شايف ان الموضوع صعب جدا جدا جدا، محتاج تركيز قوي جدا جدا. وقبل كل الحاجات دي كلها موضوع الاصابات، ربنا يسترها الاصابات قبل نهائي. خوف جدا وقلق جدا على الموضوع ده، وقلق من الاجهاد. انت عايز برضو قبل المباراه دي على الاقل
عايزين 5 6 ايام مثلا اللعيبه تكون واخده راحه كويسه قبل المباراه، ولما تيجي تقدم المباراه زي عشان موضوع زي ما قلنا موضوع طوكيو بدل ما يوم 17 تخلي يوم 14. طب دي برضو هتخلي انك تخلص الماتشات الاربع ماتشات دول في كام يوم هتخلص. يعني اعتقد الموضوع صعب جدا. سيناريو 14 ده لازم مباراه تتاجل، لازم واحده بالظبط. يعني لازم، ما هو الاهلي يعني مش هيقدر يعمل كل حاجه. هو ده اللي بتكلم عليه، هو ده اللي بتكلم عليه. محتاجين فتره لازم يبقى على الاقل تفهم لده انه الاهلي بيبدر ماتشاته عشان يقدر المنتخب، منتخب مصر يلعب قوميه بشكله طبعا بالظبط كده. فلازم اعتبار لده طبعا، اتحاد الكوره لازم يقف جنب النادي الاهلي في الموضوع، ودي حاجه برضو للنادي الاهلي ومصر كلها ان يلعب نهائي افريقيا. البطوله اللي هي بتاعت افريقيا دي مش بطوله للاهلي بس. ما انا بتكلم كده، مصر يعني دي بطوله طبعا، تحصل طبعا. اكيد لمصر. اكيد اكيد.